اتفاق مع ليبيا او مع قصدي حكومة السراج، باعتبار انه هذه الحكومة هي اللي بتتوائم مع الخط القطري وهي اللي تمشي مع هذا الامر. الاتفاق ده جه تحت غطاء التعاون الامني في مجال مكافحة الارهاب والجريمة، تبادل معلومات بشأن التنظيمات الإرهابية، شبكات الإرهاب، تشكيل لجنة متابعة أمنية، يعني كل الشغل اللي هم عاملينه احنا فاهمين كويس قوي الهدف منه. قطر تريد أن تدخل بشكل رسمي لتكمل دورها في المؤامرة اللي بدأتها من 17 فبراير في ليبيا. ولذلك الحقيقة علينا أن احنا ندرك ونعي أنه اللي بيحصل في ليبيا الآن الهدف منه بالأساس هو أولا ضرب كل الجهود المصرية والدولية اللي بتحاول توجد حل سلمي لهذه القضية، وفي نفس الوقت أيضا إفساد ما تم التوصل إليه مؤخرا، لأن احنا شفنا أردوغان بيقول إيه، وكذلك إعادة إشعال الموقف من جديد على الساحة الليبية، وده أيضا زي ما بقول لكم بيمثل خطر علينا. كذلك الحال مباحثات سد النهضة أيضا عادت من جديد بعد الجمود وبعد التعنت اللي استمر أكثر من شهرين. يمكن رئيس الاتحاد الافريقي اعلن عن استئناف المباحثات حوالين سد النهضه بين مصر واثيوبيا والسودان. لكن خلينا نبقى واقعيين، الخلاف ما زال مستمر، خصوصا بعد ما اثيوبيا بدات ملء السد في يوليو الماضي وبتشغله بدون اتفاق مع الاطراف المعنيه. استئناف المباحثات دي بيجي بعد يومين من استدعاء اثيوبيا للسفير الامريكي بسبب ما وصفته بانه تحريض على الحرب بين اثيوبيا ومصر. عارفين طبعا يعني ترامب القنبلة اللي رماها، لا يا سيدي احنا مش بنضرب ولا هنفجر ولا اي حاجة، احنا ناس نسعى للخير السلمي، واثيوبيا دولة افريقية ويهمنا حل هذه المشكلة سلميا. ولكن محاولة توريط مصر بكلام احنا غير مسؤولين عنه، هذا كلام مرفوض من الاساس. على كل حال انا عايز اكلمكم عن الانتخابات البرلمانية واللي حصل فيها.